الكل السادة المشاهدين اللي يتابعوا فينا في برنامج الشروق مورنينغ في هذا البث المباشر لنهار اليوم الاثنين الثاني من أبريل 2018. تحية طيبة كل السادة المشاهدين اللي يتابعوا فينا من مختلف مناطق الجزائر وأيضا الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر. الآن إلى فقرة الاقتصاد والحديث حول سوق الهواتف النقالة والذكية في الجزائر. هذا السوق لعرف انتعاش ونمو بنسب قياسية من 2014 إلى غاية 2018. اليوم نراها الجزائري في سوق الهواتف النقالة أو الذكية. الحديث سيكون مع مدينة بشيري. صباح الخير مدينة. صباح الخير محمد. صباح الخير المشاهدين الكرام. اليوم الموضوع تاعنا حيكون على الهواتف النقالة، السوق اللي شهد نوعا ما ركود منذ نهاية 2017 وحتى بداية 2018 حسب تصريحات التجار اللي تراجعت مبيعاتهم بشكل كبير. البعض يقول انه تراجع المبيعات ب 50%، البعض يقول انه الاسعار ارتفعت بشكل كبير بنسبة 20% بسبب وقف استيراد الهواتف النقالة اللي أدرجتها الحكومة ضمن قائمة 851 مادة. وكانت أصلا الحكومة في 2017 كانت وقفت ومنحت رخص استيراد الهواتف النقالة، ودعت دعت الماركات العالمية إلى فتح مصانع هنا، مصانع التركيب، وحتى أن نشوفوا العديد من العلامات الجزائرية باشرت تصنيع الهواتف الذكية، اللوحات الرقمية، وبعضها نجح بشكل كبير وراه يصدر للدول الأجنبية. كل هذا باش تقتصد الحكومة فاتورة استيراد الهواتف النقالة اللي كانت تكلفها 700 مليون دولار سنويا. نعم. نروحوا نتابعوا هذا الروبورتاج هذا التقرير ونعاودوا نولوا للحديث عن الموضوع مع الضيف تاعنا اليوم. ربما نرحب بالضيف قبل ما نروحوا الى التقرير. أكيد. السيد جمال قدوم المدير العام لمؤسسه إيريس، صباح الخير وشكرا. صباح النور. شكرا على الدعوه. اذا نتابعوا مع بعض التقرير تاع اعداده مدينه وبعدها الحديث سيتواصل حول سوق الهواتف النقاله في الجزائر. ابقوا معنا. ركود في سوق الهواتف النقالة في الجزائر هو ما ترجمه تراجع المبيعات منذ نهاية 2017 ليزدادت أزوما مع بداية 2018 متأثرا بحظر الاستيراد وقلة المعروض يقول ناشطون في المجال. دوكا صافي واحد ساموا لي فونت والو نقصت 80% سواء في تليفونات سواء اكسسوار سواء كاع لي دومين بريس. بور لستون عندنا في 3 موا هادي ميتة تشوفي حالة فارغة تصفر شي قال كاينة وانا نخدمو بالك نقصت على واش كاين بزاف لي فونت مالغري تو شغل كان كليون يشكي لك هادي كيفاش زادت حنا شغل باش تفهميه تشرحي له قوجه نقول له كتاب قال هادي حبس لامبورطاسيون كدا قداش عاد تسقام شحال ما تسقامش سما توجور عندك شويه ديفيسيل باش تبيعي ما نخدموش خايفين تبيعي سلعه تخافي تشريها بسومه غاليه واش على واش بعتي سما شغل كاين شغل السوق راه هامل شغل تدهور ماناش حاكمين الريجيم تاع السوق. التذبذب الذي سجله مجال التكنولوجيا الرقمية من هواتف النقالة ولوحات إلكترونية بالسوق الوطنية أثر وبشكل كبير على أسعار الموبايل التي ارتفعت بأزيد من 20%، جعل الباعة متخوفون من استمرار الوضع أمام إنتاج محلي غير كاف ومتنوع حسبهم لا يرقى إلى تطلعات زبائنهم. ما كانش امبورطاسيون والو. تجيب سلعة يدير لك واحد بابراس منا دواسة منا تخلص منا تشيبا منا. خلوطه والسلعه زادت سواء في الهي سواء هنا كيما لي تليفون دوك ما كاش دوك ما يدخلوا غير تاع الكابا تاع الشركه ما كاش زادوا كيما نقولوا واحد 40% 50% كاين دي تليفون كثر كاع تاع موين كاع ملي كان يدير 2000 دينار ويدير 4500 4200 تسمى دي فوا حتى اكثر من 50% برودوي توفري بارابور سان موا سي موا كنا نخدموا كان برودوي كاع لا غام كاع كانت موين غام باد غام وود غام هذوك كان نقصت السلعه مونتاجها في البلاد ثقيل ماشي كيما حبينا ماشي كيما كان بكري كانت الناس تشري بزاف تليفونات ومنا دوكا تالمون اللي كيغلاو تليفونات الناس ولات ما تشريش تليفونات بزاف. واذا كان وقف الاستيراد نقمة على التجار فانه بات نعمة على مجال التصنيع في الجزائر الذي جعل ممثلو الماركات العالمية والمستوردون يتحولون من مجرد جالبين للحاويات الى منتجين للهواتف والأجهزة الرقمية، وهو ما ثمنته شركات رائدة في صناعة الهواتف النقالة في الجزائر منذ سنوات، وأخرى قصت تجربتها مع التحول نحو التركيب. في الحقيقة مبادرة حسنة يعني كيحبسوا لامبورطاسيون، إل دون بليس دي شونس ليزاندستريال، أون كومونس أفواغ بليزيوغ ماركي إزون تخاف دو فار لاسومبلاج، سي بيان، كوم ديماراج بيان، مي نوبلي با كو يا أن ديلي أونتر دو إي تخوا زون.
Donc il faut qu'on profite de, pendant les trois ans de gagner et de faire un transfert technologique. Alors, si on va garder juste uniquement le montage, sincèrement, ce n'est pas vraiment rentable. Mon souhait, c'est de voir une stratégie, de voir un cahier de charge bien déterminé, et on fixe un taux d'intégration, un minimum de 40%. Et là, on pousse à les opérateurs de voir un transfert technologique, de voir une stabilité. Et là, j'en suis sûr et certain, quand on commence à exporter des produits fabriqués en Algérie. Qui bedonna la vente directe, l'industrie, le changement principal, c'était beaucoup plus organisation que difficulté. Il n'y a pas beaucoup de difficultés. On va dire qu'il fallait faire ça rapidement. On a investi des usines, une usine. C'était un peu long à faire, donc ça nécessitait du temps et des efforts aussi. Il fallait transférer un savoir-faire chinois vers l'Algérie, donc on l'a fait très très vite. Production d'Inaha, bon, d'Ina les essais fin décembre 2017 et la production date fin janvier. هذا وقد سمحت الحكومة لشركات عالمية بتجسيد مشاريع تركيب الهواتف الذكية في الجزائر لاقتصاد 650 مليون دولار فاتورة استيراد الموبايل سنويا، فإن الرهان الأكبر هو التحول حقيقة من بلد مستورد إلى منتج ومصدر لهواتف تحمل واسمها صنع في الجزائر. لهواتف صنع في الجزائر بعد منع الاستيراد كما قالت مدينة بشيري في تقريرها. ما واقع تصنيع الهواتف النقالة في الجزائر؟ الأسعار والجودة هي أكيد أبرز المحاور التي تحدث فيها مدينة. تفضلي مدينة. تفضلك محمد، شكرا. سيد جمال قدوم، مرحبا بك على الحضور تاعك معنا اليوم في البلاطو تاع شروق مورنينغ. بداية، ما هو تقييمك لسوق الموبايل في الجزائر مع وقف الاستيراد من جهة والتوجه نحو التصنيع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اولا شكرا على الدعوة. اذا سمحتي لي برك ندير مقدمة صغيرة على ليستوريك لا تيليفون موبيل ولا دو بيزنس لا تيليفون موبيل اون الجيري. الهاتف النقال في الجزائر قبل لو لونسمون ديال 3G اون الجيري كان فاتورة الاستيراد كانت معقولة، كانت تدور حوالي 120 150 مليون دولار في العام. يعني كانت حاجة اللي ما تقلقش الحكومة الجزائرية ولا كيما نقولوا المالية الجزائرية ولا لو تريزور الجيري. دونك بهذه الطريقة يعني كانت مجرد دي زوبيراسيون دامبور، وكان كانت يعني كيما نقولوا ماشيه في الهاتف النقال البسيط تاع بكري، سكون ابل فيتشر فون. لما مشات لا 3G اون الجيري، دوبوي لافينمون لا 3G اون الجيري، لي شوز اون شونجي. الناس مشات في لي سمارت فون، لي سمارت فون كوتشير بارابور لي فيتشر فون. دونك واش ولا صرا؟ صرات اون اوغمونتاسيون فيرتيجينوز دو لا فاكتور دامبورتاسيون دو لا تيليفوني موبيل اون الجيري. بدات من 120 150 مليون دولار 2000 نهايه 2016 لحقت 653 مليون دولار. يعني نقدر نقولوا مشات اربع حتى الخمس اضعاف واش كانت من قبل. هنا لي شوز اون شونجي، كي نحكوا على 650 700 مليون دولار انا نقربوا ديجا من مليار دولار هواتف نقاله في هواتف نقاله، وكلها سوميز اين تاكس دوانيير ديريزوار، صادير الضريبه الجمركيه اللي كانت تفرض على الهواتف النقاله كانت 5%. شكون اللي يخسر في الحكايه هذه؟ اول الخاسر هو لو تريزور الجزائري، ثاني خاسر هو انه هو السوق الجزائريه والمواطن الجزائري، لانه كانت 100% من الهواتف النقاله هذه عباره عن هواتف مستورده ما فيها لا خدمات ما بعد البيع، ما فيها يعني كيما نقولوا استادير لو كونترول كاليتي، ما فيها كيما نقولوا لي زيكزيجونس دي كاليتي، ما فيها حتى حاجه من هاد لي ديتاي. هذه اثرت كثير على الاخر. حنا ابليزيور ريبليز اون ايفوك لو بوين هذا. الحمد لله يعني لقينا يعني الحكومه لقيناها في الاجتماع وتفطنوا لهذا النقطه هذه. مي 2017 يا يو le système de licence d'importation qui a touché plusieurs secteurs, plusieurs produits, et à savoir la téléphonie mobile. Nous savons que l'importation de la téléphonie mobile coûte les yeux de la tête pour l'Algérie. Donc, Moraha, qui a le système, a préservé bien sûr le système. Il a préservé le système.
ومن جهه واحده اخرى جا باش يشجع لي زوتر ملتي ناسيونال بور سانستالي اون الجيري. ما نكذبش عليك، حنا استشارونا في وزاره التجاره وحتى في الوزاره الاولى، قالوا لنا واش رايكم، ربما كي نديروا هذا السيستم راح ياثر وين يعني ياثر على البيزنس تاع الحصه السوقيه، ربما الحصه السوقيه وراح ياثر على السوق الجزائريه اكسيتيرا. فهمناهم مليح باللي لو مارشي تاعنا سي مارشي بورتور، باللي بزاف اللي راهم يضربوا عليه. اي لا بروف فان 2016 يافي اون الجيري بلو دو 33 مارك انترناسيون، انفان سي با دي ملتي ناسيونال مي سي 33 مارك، لا غروند ماجوريتي سي دي مارك شينواز لي اكتيفيو في الجزائر سون ميم با ريسبكتي لو مينيموم دو نورم انترناسيونال. كانوا يبيعوا عليه لانه ما كانش قانون اللي يحمي، ما كانش قانون اللي يمد لي نور، وما كانش قانون اللي يقول هذه الماركه تدخل وهذه الماركه ما تدخلش. لما مشات الحكومه في اطار تشجيع لا برودكسيون الصناعه المحليه، ومن جهه واحده اخرى غلقت الباب بالنسبه للاستيراد، شكون اللي راح يجي؟ يجي اللي راهو صح عنده النيه انه يستثمر وعنده النيه انه يمشي في هذا السوق، يعني يحط الامكانيات. الناس كانت متخوفه كثير، انا مديت راي مديته من قبل ومدينا راينا كامل، باللي اذا غلقت هذا الباب راح نفتحوا باب كبير في التصنيع. وكما كان الحال نهار جاوا لي ليسونس ديمبورطاسيون لي جون ايتي هيزيتون، كانوا يعني بينو بين نديروا ما نديروش اكسيتيرا. لما جاء القرار يعني صار الوقف تاع وزير التجاره اللي قال باللي وقف استيراد الهواتف النقاله، اون دو موا شفنا ديجا 3 و 4 اوزين كي سو سونت انستالي اون الجيري وعالميه، واحد ماركت عالميه. القرار بدا البارح، بدا في جونفي، اليوم رانا نحسبوا كاين اربعه ولا خمس علامات لي حطت يعني المصانع تاعها، بلا ما نهضروا على العلامات حطوا المصانع تاعها في الجزائر. هذه السيده جمال قدوم عفوا في هذه النقطه، يعني اليوم احنا لما وقفنا الاستيراد يعني كل الماركات توقف ونخليو فقط الناس اللي عندهم مصانع في الجزائر، نشوف انه ضرب يعني حق المستهلك، لانه اليوم المستهلك ما راهوش مجبر انه لازم يشري تليفون مصنوع في الجزائر، ولا كاين اللي حب ايفون، كاين اللي حب دوك، احنا ما نقدروش نجبر متعامل مثل ايفون دوك، راه واحد يدير مصنع تاعك في الجزائر باش تسوق يعني هواتفك هنا في الجزائر. انا عندي راي شويه مخالف. تفضل. يعني اذا خذينا يعني نقولوا اغلبيه المستهلكين الجزائريين، رانا نهضروا على 90 ولا فوق 90% من المستهلك المواطن الجزائري. نعرفوا يعني لا موين دو القدره الشرائيه، القدره الشرائيه تاعهم، ولا البيجي اللي يخصه الجزائري للتليفون، البيجي اللي يخصه الجزائري للتليفون اترافير لي مارك لوكالي، اترافير لي مارك مولتي ناسيونال كي سو سونت انستالي اون الجيري، اون فاكوفرير تو البزوان. هذه ان دو اللي يشري الايفون اون جينيرال سي كيلكان كي سبيرمي ان بيجي او دو لا ماش نحكوا على الايفون بقى يعني ماركت يعني معليش انت ذكرت الايفون نكمل لك في الايفون. الايفون يعني سان بيجي كي دي باس دو لوا 100000 دينار، والايفون الجديد راه يدور في حوالي 20 مليون. هذا اللي سولوي كي سوبرمي يشري تليفون ب 20 مليون تلقاه رجل هنا ورجل في الخارج، يعني يقدر يشريه في الخارج كما يشريه في الفري شوب، روح شريه بالدراهم سكوار ما تشريش بالدراهم البنك، لانه الدوله راهي تبيع كما يقول لك البترول تاعها بور افوار دي دولار، دونك ماشي على جال أربعة ولا خمسة من الناس نوليو. هذه من جهة، من جهة واحدة أخرى أنا نخالفك في الرأي، لأنه لما جاء هذا القرار جاء لحماية المستهلك كما ذكرت لك من قبل. 2016 كانت 33 ماركة، حتى أنه الأسماء هذوك اللي ماركو اللي ما نعرفوش نقراوهم ما تعرفوش يعني تشري اليوم الغدوة ما عندكش وين تريباري البرودوي تاعك، مام تريباري بدراهم ما عندكش وين تريباري، هذه عيب كمان. مهما كان رانا الدولة ولازم كيما يقول لك لازم السلطة الضبط ولازم نضبطوا الأمور، فهذا المستهلك لازم نحميوه. إذا المستهلك شرى هاتف نقال ب 20000 دينار ولا 30000 دينار يمشي به شهر شهرين ومن بعد يطيحوا بان أكيفا صديقي. لكن على هنا نشوف منذ بداية 2018 ارتفعت أسعار الهواتف حسب الجولة اللي قمنا بها وحسب التصريحات أيضا التجار، في المقابل كاين وحدة تصنيع، كاين ماركات جزائرية من بينتهم مؤسسة إيريس، لكن مع هذا تبقى أسعار الهواتف ماشي في متناول الجميع، لماذا؟ نظن باللي هذه المعلومة تقعد أمواتي جوست، لما نحكيو على هواتف نقالة محلية راح تشوفي الأسعار. يعني انا نعرضك تروحي للنقطه من نقاط البيع تاعنا تشوفي حنا نتحدثوا على المستورده اكثر وحتى المستورد. بعض الماركات العالميه اللي دخلت السوق الجزائريه وتصنع نفس العلامه هنا مصنعه محليا ونصيبوها بنفس السعر اللي كان مستورد، علاش هذه هي؟ شوفي كاين مرحله
نحب ولا نكره حنا الدوله خذات كيما نقولوا مجرى معين وخذات كيما نقولوا استراتيجيه معينه. هذه الاستراتيجيه راح كيما نقولوا تمشي في يعني كيما نقولوا راح تلحقي لها كريشندو راح تلحقي لها بشويه. هذه الاستراتيجيه فيها لوبور فيها الحوايج مليحه حوايج مش مليحه. مي كاين مرحله كون لو فيو با لازم ديباسيوها. هذه المرحله هو حبس كيما نقولوا الاستيراد. كي حبس الاستيراد بين قوسين يافي دي كونتيتي تري تري امبورطون سور مارشي الجيريان. يعني نقول لك حبس الاستيراد في المواد مي مواد اكتوبر تولي برودوي اي تي بريزون دونك يسمى خمس شهور من بعد الناس مازالها تبيع في لي برودوي كي اون امبورتي في لي برومي موا. دونك باش تكون عندك فكره برك لينونداسيون او ماتيير ديمبورطاسيون كيفاه كانت من بعد اكتوبر نوفمبر ديسمبر بدات تصرا شويه لا بينوري هذيك. مي هذيك لا بينوري من جهه واحده اخرى كوفرتها الصناعه المحليه. حنا الحمد لله حطينا سور مارشي دي برودوي دو تري تري هوت كاليتي افيك دي بري كي سون لابورتي دو توس. الهاتف النقال اللي يدير 60,000 دينار 70,000 دينار حتى 100,000 دينار في العلامات الدوليه عندنا حنا يدير 30 ما يلحقش 30,000 دينار وبنفس يعني الجوده يعني بنفس الجوده افيك دي نورم حنا ريسبكت لي نورم حنا ديجا يعني دائما الجوده هي سي لون ترند لا كاليتي. اذا ما كانش جوده ما نتلاحوش ما نمسوش الهاتف هذا. حنا هذا سي تان برينسيب اللي ماشيه به يعني العلامه ملي تكريت اون 2004. بالنسبه للهواتف اللي رانا نحطوها في هذاك ربما الجوده تكون زايده شويه على واش راهو واش كان يستورد من قبل عليه لانه لاسبي كونترول دو كاليتي تاعنا اي لي بيرفورمون والحق المستوى وين يعني الحمد لله. دوكا رانا رحنا لشركات عالميه واحده اخرى في صالون تاع برشلونه ام دبليو في سي وشفنا واش راهم يديروا كومباريناهم مع واش راهو عندنا حنايا لهنا. الحمد لله يعني نفتخر انه لحقنا لهذه الجوده وهذا لو رابور كاليتي بري. هذه يعني بالنسبه نعاود نرجع للنقطه تاع انه الاسعار زادت. الاسعار بعض الهواتف النقاله كاين سيرتان مارك ايسي دون بروفيتي مي هذا لو بروفيتاج هذا مش راح يدوم لانه لا كونكورونس ال دوفيان دو بلوز اون بلو رود اترافير لا برودكسيون لوكال. علاه؟ الكل يعلم انه الصناعه المحليه لما تدخل راح تكون يعني فيها اون ميتريز لا مان دوفر ميتريز دو كو اي لوجيكمون لو بري فا بيسي. لوسك لو بري فا بيسي هذا العضو كي بيع غالي ما يقدرش يبيع لانه كاين كونكورون بالنسبه ليه واسمو مصنع محلي واسمو ايريس ولا غيره. دونك بهذه الطريقه يعني كاين مرحله وهذه المرحله نظن باللي رانا ديجا بدينا نفوتوا فيها لانه انا سمعنا باللي ويكو كاين سامسونج ال جي عن قريب ربما دوتر مارك واحد اخرين هادو كامل راح تولي تنافسيه اشد تنخفض الاسعار بشكل تدريجي تنخفض الاسعار ولا بريزون شارج دي كونسوماتور الجيريان سورا ميور. هذا هو البوان البلوز امبورطون. لكن علاه ما عندهمش المصنعين المحليين ما عندهمش تسهيلات فيما يخص الرسوم الجمركيه؟ ربما حتى احنا نشوفوا انه التصنيع اليوم اللي رانا نهضروا عليه تصنيع هواتف نقاله هو في الحقيقه مجرد تركيب هنا بصح تبقى نفس الاسعار الماده الاوليه ونسبه الادماج غائبه تماما على السوق في السوق الوطنيه. صح. علاش؟ يعني كما قلت من قبل في المقدمه انه يعني اصلا الضريبه الجمركيه اللي كانت يعني كانت تطبق على الهاتف المستورد انا بالنسبه لي كانت خطا لانه هاتف مستورد برودوي فيني لوجيكمون ضريبه جمركيه طالعه برودوي فابريكي لوكالمون لهنا نولي نحفز لا برودكسيون بارابور لامبورطاسيون. بالنسبه لي انا نظن باللي هذه الضريبه الجمركيه هذه دو ايفولوي دركا على طاكتويل. راك تقول حكيتي على نسبه الادماج نسبه الادماج ما نقدروش نحكوا عليها درك دي مومون كون ني با انكور باسي او سي كادي على طاكتويل. الضريبه الجمركيه راهي 5% يعني سين تاكس كون لو فيو با الدوله راهي تعاون وسمحت من حقها باش تعاون الناس باش تعاون المصنعين ولكن هذه المعاونه هذه لازم تكون عقلانيه وتكون بطريقه ذكيه. نحكي على تجربة الإلكترونيك باش منها نستمد تجربة الهاتف النقال. الإلكترونيك افون 2001 لامبورطاسيون كيما نقولوا كانت 30% دو تاكس دوانيير. في 2001 لما جاء قرار تاع لو سيستيم سي كادي اس كادي هذا القرار يسمح للمصنعين المحليين باش اذا خذا تصنيع وكانت عنده نسبة ادماج معينة يولي يخلص 5% اوليو دو 30%.
باسكو اون باراليل عنده دي شارج لوكال اللي هو راح يخلصهم. دونك لهنا واش وصرا خطات عام عامين ثلاثه وين يسمع تو الموند سي كونفيرتي فير لا برودكسيون لوكال. اللي ما عندوش الذهنيه تاع انه يروح للتصنيع واش دار؟ راح شاف دوتر سيكتور داكتيفيتي في الامبورطاسيون، تسمى خرج من الالكترونيك. درك يعني القرار خرج 2001، اليوم رانا 2018، 17 سنه بعد هذا القرار نشوفوا باللي صناعه الالكترونيك في الجزائر ولا الاجهزه الكهرومنزليه في الجزائر خضات مستوى عالي جدا، لحقت المستوى الحمد لله. حتى التصدير الحمد لله رانا نصدروا لبعض الدول الافريقيه والمغاربيه وان شاء الله غنقلب نروحوا للدول الاوروبيه. يعني بهذه الطريقه حمينا الصناعه المحليه بلا ما نحكيوا على لي زافونتاج دو ريكروتمون. لو سيكتور دندوستري الكترونيك الكتروميناجي اي لو ريكروت بري دو 40000 امبلوي في الجزائر. هذه اون امبلوي ديريكت، اون امبلوي انديريكت اي ديباس لي 100000 امبلوي. دونك لهنا تو تي بينيفيك. نزيدوا حاجه واحده اخرى انه يا سافوار فير كي سو ديفلوب او فيرا مزور. هذا لو سافوار فير ما يجيش بين عشيه وضحاها. اليوم الدول المجاوره البارح تلاقيت مع والبارح في المؤتمر الاستثمار اللي جرى في شيراتون تلاقيت مع وزير شارجي دي زافير ايكونوميك تونسيان، تلاقيت مع السفير المصري، تلاقيت مع وزير تاع النيجر اكسترا. الكل راهو يطلب منا اننا نحطوا عندهم وحدات تصنيع لانه خلاص لو سافوار فير تاكي، وهما باش يديروا كيما حنا لازم لهم مينيموم 10 سنين ولا 15 سنه باش يلحقوا المستوى اللي رانا لاحقين ليه. يعني الاستنتاج بالجزائريين بالخبره الجزائريه الحمد لله ديفلوبينا خبره كبيره. ودوك نحبوا ولا نكرهوا الجزائر رجعت قطب في الصناعه الالكترونيه والكهرومنزليه. هذا القطب هذا il s'impose sur la région maghrébine et dans le futur il va s'imposer sur tout le continent algérien. حقق المؤسسات الجزائريه نفس النجاح اللي حققته في الالكترونيك والاجهزه الكهرومنزليه في سوق الهواتف النقاله. واش لازم على الحكومه انها تقدم للمنتجين المحليين باش نحققوا طفره نوعيه في هذا المجال؟ حنا الحكومه دارت كما نقولوا ان استراتيجي، ان شاء الله هذه الاستراتيجي va mener à bien les résultats تاعها. بدات انها وقفت الاستيراد، واللي يحب يبيع في السوق الجزائرية يبيع عن طريق تصنيع محليين. لكن تصنيع محليين في ديفيرونت فورم، يا لا فورم اس كي دي يا لا فورم سي كي دي. بور لو مومون اس كي دي سي كي دي سون سومي على ميم تاكس دوانير، سي تادير اس كي دي هو لاسمبلاج سومي برودكسيون، اي لوخر اي لو سي كي دي هو كيما نقولوا كاينين انتيغراسيون كومبليت. دونك بدينا بالمرحلة الأولى، شجعوا الناس أروحوا مرحبا بكم فتحوا دي ديزين، أبدأوا بالإسكادي وعندكم هذا الأفونتاج اللي هو 5%. الغدوة رانا حابين نطلعوا نسبة الإدماج، نروحوا نطلعوا في لاطاكس دوانير بور لو إسكادي ونخليوها بور لو سيكادي. دونك الناس كامل رايحين يمشيوا في السيكادي. إلا مشاو الناس السيكادي صافي دير نسبة الإدماج راح تزيد، ولا نسبة الإدماج زادت يعني كيما نقولوا حوايج بزاف كي فون ايفوليي اون باراليل، لا سوتيلتونس فا ايفوليي اون باراليل، لو ريكروتمون فا اوغمونتي دافونتاج، لومبلوا ديريكت انديريكت فا اوغمونتي، لو سافوار فير فا سو ديفلوبي دافونتاج اونكور بلوس، وفوق هذا الشيء كامل لا ميتريز دو برودوي سورا بارفيت 100%. بهذه الطريقة راح نرجعوا الجزائر عبارة عن قطب في صناعة الهواتف النقالة، وهذا القطب هذا لازم نزربوا به، لأنه بعض الدول اللي تنبهت الجزائر وش راهي دير في هذا المجال، من بينها مصر كما كنا نحكيو راهم يحكيو على أول هاتف نقال بصنع مصري، il ne font que de l'assemblage et du simple assemblage، وراهم دايرين عليه حس كبير. حنا الحمد لله هذه ليطاب جوزناها صافي لونطون، وراحين نروحوا أكثر من هكذا. الحمد لله التجربة تاعنا في الصناعة الإلكترونية سمحت لنا أنه كي ندخلوا لها صناعة الهواتف ندخلوها بقوة وندخلوها بسرعة، وليسونس دو ميتريز إتي رابيد. دونك في هذه كامل الاقتصاد الوطني راح يكون مستفاد، المستهلك الجزائري راح يكون مستفاد، وحتى المجتمع الجزائري راح يكون مستفاد، لأنه يعني فيها من كل نواحي راي بوزيتيف. لكن المستهلك الجزائري على ذكر السيد جمال قيدوم دائما يركز على النوعية، ونعرفوا احنا الجزائريين عندنا مركب نقص تجاه كل ما هو ماد ان الجيريا. احيانا يتم يقول لك حتى اصحاب هذه الشركات مدينة ما يعني ما يستعملوش اصلا الهواتف اللي يصنعوها في
يعني بكل صراحه اعطيني وشوف حقق نزيد نكمل لك حاجه واحده كون نخبي هذا العالم بوكو جون كي يشوفوا تليفون عندي يقول لي شنو هذا ايفون ولا حاجه يسمع علامه كبيره ولا هذاك سيريس الحمد لله فهمت وهذا راك تشوف بعينك وتحقق بعينك وحتى كي تشرح تشوف بعينك اذا كان نفس يعني بالعكس هنا خبي العلامه وقول لي الا كاين فرق مع العلامات الكبرى ولا لا هذه بالنسبه لي فرق ولا ما كاش فرق شوفوا اعطيو لنا كاين فرق هذا بك اكبر حجم يعني. وهذا في فلوس وهذا هذا بصح جوستيم اكبر حجم وعيب لانه لهنا ولا ان 18 فيام ولو 18 فيام انت تاعك راه ولا تكنولوجيا قديمه بالنسبه ل 18 فيام درك راه الرقيق هو فهمت هو رقيق سي ان فول سكرين لا طاي دو ليكرون تاعك قل من تاعي وتاعي اصغر من تاعك يعني باش نعطي الفكره برك لكن هذا راح يسوق في شهر افريل اذا ما تسوق هذا يعني احنا اول جهات قبل ما نسوقوه يمشي عندنا يجربوا جمال يجربوه لي باترون كامل لازم عليه باش اذا كان كاين عيب احنا نشوفوه قبل الناس قبل الأخرين. اكيد قبل ولازم احنا نتقاسوا قبل الناس الاخرين الحمد لله يعني هذا كي نقولها من باب اننا متاكدين من الجوده تاعنا ولا كاليتي تاعنا خصوصا البروسيسور يعني اللي يكون فيه لانه احنا دائما المشكل زي التليفون كي يكون ثقيل كان نسي نحاول نجرب يعني دوك نقول لك لي بروسيسور لي بيوني مونديو لي دو برومي مونديو كاين كوالكوم اي ام تي كا ايفون يخدم مع كوالكوم سامسونج تخدم مع كوالكوم اي ام تي كا هاد لي دو هما الموردين تاعنا ميديا تك كوالكوم هذو من الموردين تاعنا يعني كيما نقولوا رحنا في الهاي ليفل بخصوص كواليتي تاع الصوره يعني توجور يعني رايحين كيما نقولوا غير دي هاي ليفل علاش لانه هذه هذا هو لافونتاج تاع تكون عندك خبره في الصناعه الالكترونيه انك ما تشريش نيمبورت كوا نيمبورت كوم هذوك الموردين اللي كانوا يبيعوا الهاتف النقال في الجزائر كاين امور لي تقنيه اللي الناس ما تشوفهاش ما تعرفهاش مي هذيك الامور التقنيه تاثر بزاف على لا كاليتي دو برودوي حنا الحمد لله عندنا كيما نقولوا مهندسين جزائريين 100% كيو ان سونس دو ميتريز اكسترا اوردينير يعني من هذا الباب والله من هذا نفتخر بالكوادر الجزائريه تحيه كبيره العمال تاع شركه ايريس اللي بلغ العدد تاعهم اكثر من 3300 عامل نوجه لهم تحيه كبيره على الجهود اللي راهم يقوموا بها يعني بلا بهم ما كناش نلحقوا لهذا المستوى والحمد لله يعطيهم الصحه لحقنا مستوى العالمية دوكا البارح كنا في موبايل وورلد كونغرس هذا الصالون لحقنا وين تلاقينا بدي فيوتور بارتنير من الارجنتين من الاوروغواي من الافريك من الاوروبي اكسيتيرا هادو كامل ايزيتي ايبلوي بار المنتوجات الجزائريه حنا الزبون الجزائري اكيد كاليتي ديماج وحتى السعر حنا اول واحد نجربها يعني الهاتف يقول لك شحال يتباع مالغري يكون الاخير بصح يحوس على السعر تاعو كيفاش راح يعطيك لك فكره من قبل هذا نعطي لك تي ديكزامبل سي نوكتا كور يعني بروسيسور قوي جدا دوبل كاميرا اريير كاميرا افون 13 ميجا اريير فيه باتري كي ديباس لي 3000 ملي امبير ديزاين الومنيوم اكسيتيرا افيك ان 18 فيام فول اتش دي ما يلحقش 35000 دينار هاد لا كونفيغوراسيون عند ماركه عالميه كبيره يفوت 100000 دينار يعني هادي عطيت دي اكزامبل برك وكاين حتى عندنا دو نوفيل سوربريز ان شاء الله راح نلونسيهم في السداسي الثاني وين برهنوا للناس صح باللي لو برودوي الجيريان سو لو بلان كاليتي سو لو بلان بري راح يكون على مستوى نزيد لك نقطه واحده اخرى برك في لو ميم سونس ربما 10 سنين من قبل التلفاز تاع الماركات المحليه ما كانش يعني ما كانش عنده رواج كبير في السوق المحليه دركا التلفاز نحكي على التلفاز تاعنا تلفاز ايريس الاولى اوني لا بروميير انتربريز الجيريان عربي افريكان افوار فابريكي لوندروي تي في اون الجيري ولحد الان رانا الوحيدين في الجزائر اللي رانا نصنعوه هذه نهار لونسينا لو 4K اون الجيري بعض العلامات المحليه كان يدير 500000 دينار حنا نهار لونسينا 98000 دينار في غضون شهر واحد السعر تاع العلامه المحليه من 500000 دينار هبط ل 280000 دينار هبط بالنصف هذا هو لافونتاج تاع الصناعه تاع المنافسه يعني أيضاً. حبيت نقول لك باللي لما تكون صناعه محليه المصنعين المحليين اون جينيرال
عندهم امتيت استوما ماهمش طماعين بزاف يحبوا يخدموا، لكن كي يكون وحده في السوق اكيد هيفرض، لكن اكيد ربما الاهم اكثر من السعر هي الجوده اللي نتمنوا دائما انها تكون دائما في ارتفاع مستمر. سيد جمال قيدوم المدير العام لمؤسسه ايريس، نشكر كثير على حضورك معنا. مدينة بشير شكرا على هذه الفقرة اللي كانت اليوم حيوية وذكية وسمارت يعني في سوق الهواتف النقلة. مشاهدينا متواصلين معكم في برنامج الشروق مورنينج بعد الفاصل، حديث في الثقافة مع مفدة الشروق نيوز إلى قصر أو لفندق الأوراسي. سارة مبارك بعد الفاصل.